نشد الرحيل إلى عالم مجهول، ونحزم أمتعتنا ونسافر لنكتشف البلدان ونصور كل شيء، التاريخ والآثار والسياحة. أنا الرحال العراقي. اليوم 3 أمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم هو 3 المصادف 26/11/2024، واليوم هو ختام رحلة العمرة لشهر 11 جماد الأولى، ونحن الآن متجهين من شارع جياد إلى مطار المدينة المنورة، مطار محمد بن عبد العزيز، وطائرتنا إن شاء الله الساعة 7 على الخطوط الجوية العراقية، الطائرة رقم 604. خلوكم ويانا بهاي الرحلة. معنا في مكة نسير على التجبير، هاي واحدة كم؟ واحدة كم؟ مالها؟ هاي دي واحدة.